محترفينا اللي في الخارج، على مستوى النجاحات، على مستوى الإخفاقات، على تقييمك لمحترفينا وخاصة اللي بيلعبوا في أوروبا، نجاحات طبعا على مستوى صلاح حجازي وصلاح. وطارق حامد في السعودية وحصوله على اللقب. يعني إجمالا كده ادينا فكرة عن محترفينا في الخارج. يعني طبعا يظل الاسم الاهم هو محمد صلاح. بنتكلم برضو رغم انه واحد من المواسم يعني المتوسطه لصلاح، المتوسط بتاع صلاح ايه؟ 41 مساهمه تهديفيه، 41 هدف حاجه، وهو داخل في ال 50 مساهمه تهديفيه شامبيون ما بين شامبيونز ليج وبريمير ليج، واخد السوبر الانجليزي، ماتش السوبر الانجليزي اللي هم خدوه دوت جايب جون وعامل 2 اسيست. ده صلاح، يعني ده محمد صلاح. اخر تعال نشوف هو الكام في المساهمه على مستوى البريمير ليج. بنتكلم على هالاند في المقام الاول طبعا عشان ال 36 جون وحوالي 7 او 8 اسيستات ان لم تخن الذاكره، بعديه هاري كين اللي بيعمل كل الادوار المركبه في توتنهام، وبعدين محمد صلاح، بعدين على طول محمد صلاح. بنتكلم على رابع ترتيب الهدافين في الدوري الانجليزي. هل ما طلعش ببطوله السنه دي؟ لا، طلع ببطوله. المشكله الكبيره ان هم ما راحوش شامبيونز ليج. تعال نبص على البروجكت بتاع ليفربول قبل ما محمد صلاح يجي، كان التاهل للدوري الاوروبي انجاز اصلا. يعني صحيح، قبل محمد مزبوط. صلاح يجي كان التاهل للدوري الاوروبي انجاز وعلامه قويه على المشروع، وكده احنا بنمشي في للامام. ولكن لما تبص ان فيرمينو احتياطي طول السنه، اتكلم على رحيل ساديو ماني بشكل مؤثر جدا طبعاً. الفريق الثلاثي ده بينفض. اتكلم على مشاكل في خط النص حتى لما حاول يعالجها بوجود ارثر بيتصاب السنه كلها. هو النهارده على فكره يعني معلومات كده على السريع، ماكاليستر جاي خلاص بشكل شبه رسمي من برايتون، وداخلين في فرانك كيسيه كمان من برشلونه. هو بادئ قوي ان لعيبه خط النص اللي هو عايز فعلا يبني بيها العمق في السكواد تدخل التشكيله. انا بتخيل انه تمام، عدم التاهل لدوري ابطال اوروبا مؤكد ان هو مؤثر على تاريخ على مشوار صلاح او نظرته للموسم، ولكن خلينا نقول ان ده موسم متوسط لصلاح. كل الارقام اللي احنا اتكلمنا فيها دي، كل الارقام اللي اتكسرت، الوصول لثالث الهدافين في تاريخ ليفربول، اكبر هداف ليفربول في البريمير ليج من ساعه نسخته الحديثه رغم ان هو مش سترايكر، اكتر لعيب ساهم في اهداف بصناعه وتسجيل من ساعه النسخه الحديثه للبريمير ليج. احنا بنتكلم بقى تخطى ستيفن جيرارد، تخطى روبي فاولر في المساهمات، تخطى روبي فاولر في التهديف، كل دي لا انجازات كبيره جدا. وخلي بالك برضو اكيد اي لعيب بيتاثر باداء الفرقه الجماعيه، مفيش شك ان ليفربول السنه دي كان مهتز، في فترات كان قوي جدا، فترات ضعيف جدا، ولكن يبقى محمد صلاح طبعا ما زال رقم صعب. رقم صعب طبعا. كنت اتمنى النني طبعا. الصوره اللي قدامنا سام مرسي، وطبعا تم استدعائه اعتقد من للمعسكر المنتخب، وصعوده من الشامبيونشيب الى البريمير ليج مره ثانيه. الشامبيونشيب هو في دوري الدرجه الثانيه. على فكره ابسويتش تاون من الانديه التاريخيه الكبيره جدا في انجلترا. سام مورسي بيقضي حاليا الموسم ال 11 ليه ما بين دوري انجليزي شامبيونشيب وما بين الدرجه الثانيه. انا بتمنى تكلل التجربه دي بصراحه بصعود للبريمير ليج. اللاعب ده لاعب مجتهد جدا، لعيب امن بحظوظه في وقت كبير، كان قائد ويجن اتلتيك، كان الكابتن، فضل معاهم لحد ما كان الكابتن وعمل ده وهو عنده 25 سنه. ما استمرش ليه في المنتخب؟ تم استدعائه اعتقد برضه مره وراح كاس عالم، وراح كاس عالم مع انا بصراحه مش قادر برضو ادي حكم ثابت لان انا مش متابع بصراحه كل ماتشات سام مورسي، ولكن انا بتكلم على بصراحه لعيب خط نص متطور جدا. ما اقدرش اقول ان هو الكلاس ايه في اوروبا، ما اقدرش اقول ان هو واخد دلوقتي كل حاجه على مستوى انجليزي، بس انا متاكد ان هو هيكون حل كويس جدا لو جه المنتخب بشكل اكتر. انا مبسوط جدا لوصوله للشامبيونشيب. المنافسه في الشامبيونشيب بتكون صعبه جدا. طبعا هنتكلم على قائد ابسويتش تاون، واحد من الانديه اللي كانت في وقت من الاوقات بتوصل للنهائي بتاع دوري ابطال اوروبا في خمسينيات وستينيات القرن اللي فات. ابسويتش تاون فريق عريق جدا جدا، ليه تاريخ حلو في الدوري الانجليزي كمان. مبسوط انا بسام مورسي، ان شاء الله يوصل كابتن الفرقه كمان. هو على مستوى قائد عمل كده مع ويجن، مش سهل انك تبقى كابتن لفرقتين يا كابتن في انجلترا. عمل ده احمد المحمدي من قبل في ساندرلاند، وبعدين في هال سيتي وعمل ده كمان في استون فيلا، عمل ده في ثلاث انديه. فدي اساطير. يعني انا بشوف ان سام مورسي لازم، يعني اذا كان احمد المحمدي بجد من ناحيه المشاركات الكتير في البريمير ليج واحد من اكتر اللاعيبه العرب، ولكن سام مورسي كمان بياكد ان هو عنده كارير كويس جدا يعمله في انجلترا بالذات باذن الله لو صعد بريمير ليج. طيب تعالى انا وانت نشوف اكتر اللعيبه المصريين يعني مشاركه في الدوري الانجليزي، نشوف انفوجراف مع حضراتكم ونرجع مره ثانيه.
اكيد محمد النني الاصابه عطلته شويه فتره طويله، كمان تريزيجيه اعتقادي الشخصي انه الاصابه عطلته في عدد المباريات وعدم انتقاله للبريمير ليج بدري شويه. انا كنت شايف ان تريزيجيه اتعطل شويه في الدوري التركي شويه وقضى تقريبا 4 5 مواسم، كان ممكن وارد جدا يحقق ارقام افضل من كده على مستوى المشاركه يعني. طبعا نني كنت اتمنى يعني لو ارسنال خد البطوله السنه دي علشان نني يحط اللقب ده في تاريخه مع الجانرز، يتوج فعلا مسيره برضو من المسيرات الايه يعني الاندر ريتد في تاريخ اللعيبه المصريين. ده اولا بالنسبه لنقطه تريزيجيه، استون فيلا دلوقتي في الوقت الحالي وصل لدوري مؤتمر، اعتقد دوري مؤتمر اوروبي. خلينا ما ننساش ان تريزيجيه هو صاحب الفضل في وجود استون فيلا تاني في البريمير ليج بعد ما انقذهم من الهبوط مرتين، مره بهدفه قدام ارسنال ومره بالهدف اللي ضمن بقائهم في البريمير ليج في اول موسم يصعدوا منه. استون فيلا فريق عريق جدا، استون فيلا من الانديه اللي ليها باع اوروبي كبير مش بس باع انجليزي، من الانديه المتوجه بالبريمير ليج بالمناسبه. تريزيجيه على فكره مطروح على طاوله استون فيلا انه يرجع تاني دلوقتي، ولكن انا شايف المساله بعدت بصراحه، لان هو على سبيل لسه لحد دلوقتي ترابزون التركي في بند يسمح انه يرجع، في بند يسمح انه يرجع، ولكن هو عقده مع ترابزون برضو. انا مش عايز تريزيجيه ياخد اي خطوه بصراحه في السعوديه بصراحه يعني، مع احترامي لكل لسه المشروع الهائل اللي بيتعمل، بس انا شايف ان تريزيجيه يتأنى جدا 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 قبل ما ياخد خطوه. الخطوه اللي جايه دي اهم خطوه في مسيره تريزيجيه، لانها يعني لو قعد في ترابزون سبور وعرف يلعب تاني يرجع تاني، لان هو مش هيلعب اوروبا السنه دي غالبا، ممكن يرجع تاني احدد يعني البريمير ليج، ولا الامور بقت صعبه بالنسبه له؟ انا شايف ان اسمه في البريمير ليج بس ممكن يوديه انديه تحت شويه في الجدول او بس هو اي حاجه في البريمير ليج هتكون كويسه، ولكن عندك دوريات كتيره هتبعدك عن المنطقه العربيه دلوقتي، لان انا مش شايف هو تريزيجيه مواليد 94، فبنتكلم لسه في 29 28 سنة. قادر ان هو يلعب لسه في المستوى الاعلى في اوروبا، يقدر يلعب فرنسا، يقدر لو استمر في تركيا حتى مع ترابزون سبور ان هو يرجع تاني اوروبا. من سنه واحده كانوا ابطال الدوري التركي، يرجع تاني اوروبا السنه دي لعب دوري اوروبي، لو اللي قاعد يلعب في الوقت ده بيعلي رصيد اللعب يا كابتن طبيعي. في السكاوتنج وفي الصفقات وفي التنقلات، فتقدر تضمن ان انت لو فضلت في ترابزون سبور حتى لو انت مش شايف بعينيك حاجه، تقدر تضمن ان انت تقعد 4 5 سنين في اوروبا، 4 5 سنين في اوروبا. انما لو خدت خطوه دلوقتي للسعوديه، انا بتخانق هتقرب للمنطقه العربيه تاني، ده مش كويس يعني. الخروج من الدوري السعودي الفتره اللي جايه هيكون صعب يعني، لو دخلت الدوري السعودي اعرف انك قاعد خلاص بقى مكمل، لان كل حاجه مهيئه ان كمان 3 4 سنين ما حدش يمشي صحيح من الدوري. صحيح. طيب عايزين نروح لنموذج تاني، مصطفى محمد مع نانت، وقدر في يمكن الاسابيع الاخيره ان هو البقاء في اخر البقاء دولة. في الدوري الانجليزي، وشايف مشواره ازاي، وهل انت مع استكماله للمشوار، هل بعد المشكله الاخيره اللي حصلت هيكون حظوظه للرجوع للدوري التركي؟ يا هو لسه برضه جلط يعني، نانت يملك تفعيل بند الشراء. انا شايف موسم ناجح جدا لمصطفى محمد في ظل فريق مأزوم، عنده مشاكل كتير جدا جوه وبره الملعب مع المدرب انطوان كومبواري في البدايه، وبعدين المدرب اللي جاله، وبعدين ازمه مصطفى محمد ما كانتش الازمه الاولى، كان في ازمه جوان حجام اللاعب الجزائري قبلها، كان في مشاكل كتيره جدا، لانه انت ممكن لما يبقى الفريق مثلا فيه 4 5 يعني عندهم مشاكل معينه، اعمل حساب ده. فانت دخلت في الوقت اللي هم في المركز ال 12 او ال 13 قريبين شويه للهبوط، رحت جاي ضارب مفك في الفرقه بالقرارات اللي اتخذت دي. فاعتقد انه البقاء في اخر جوله بالفوز على انجيل اللي اوريدي هابط، والحظ الجيد ان الفريق اللي كان بينافس مباشره لاعب باريس سان جيرمان في الجوله قبل الاخيره اللي هو اوكسير، فمع مصطفى محمد، ومصطفى محمد على فكره جاب 8 اهداف وعامل جونين، عدد لا باس به مع فرقه زي نانت، وعامل 2 اسيست برضه يعني. الوكلاء لما بيشوفوا ده يا كابتن طبعا، نانت و8 اهداف وكانوا بيهبطوا، لا اللعيب ده عليه العين دلوقتي بالزبط. اللعيب ده يبقى كويس جدا، فشايف ان هو عرف يفضل في الدوري الفرنسي حتى لو قعد السنه الجايه في نانت، لو فعل بند الشراء او رجع جلطة سراي اللي بالمناسبه بيبني مشروع كويس جدا، بس انا متخيل انه فرصه ان هو يرجع لجلطة سراي مش هتكون يعني، جلطة سراي لن يفتح ذراعيه لمصطفى محمد، لانه التجربه السابقه برضو اثبت يعني، كان مصطفى شويه مودي بيجيب جونين ثلاثه ويقعد، بيجيب جونين ثلاثه وبعدين المشاكل اللي حصلت بعدين على مستوى الجماهيري. فانا بتخيل انه انا افضل انه يلعب في الدوري الفرنسي الحقيقه، الدوري الفرنسي كمان دوري متشاب بشكل كويس، وتعالوا نشوف كمان اكثر اللاعبين المصريين مشاركه في الدوري الفرنسي.
يعني الحقيقه الدوري الفرنسي دوري مش هنقول توب قوي، ولكن دوري ممكن يكون محطه لدوريات كبيره. يعني لو بنتكلم على الدوري السويسري، الدوري البلجيكي، الدوري الفرنسي، نتمنى ان لعيبتنا تطلع في سن اصغر شويه. كانت تجربه ميدو على سبيل المثال، كان تجربه حسني عبد ربه، كان دلوقتي كمان مصطفى محمد، وتجربه في اعتقادي تجربه ناجحه على مستوى الدوري الفرنسي، على مستوى كمان مصطفى محمد وادائه خلال الموسم. يعني هو الملفت كمان الانتباه ان مصطفى ما غابش عن ولا ماتش من اول، يعني عارف يحافظ على نفسه، كان بينزل ساعات كبديل بس ده بيدي صوره كويسه جدا زي ما بقول لحضرتك في المجال الوكلاء، ولا ان لا لعيب فتنس عالي طبعا، 8 اهداف صناعتين مساهمه في 10 اهداف مع نادي كان بيهبط زي ما بقول لحضرتك. فانا بتخيل ان مصطفى عرف فعلا ياخد اللي هو عايزه من الموسم ده في كاريره. ما نفسيش خالص والله اللعبة دي اي حد يرجع ولا ولا حد يربطه بالرجوع، ارجوكوا سيبوا الناس دي تكمل يعني. طيب من سيبوا الناس دي تكمل، عمر مرموش. عمر مرموش انتقل من طبعا من فولسبورغ اعتقد لفرانكفورت، وعايز اشوف الانتقال ده انت شايفه ازاي. هل كان عمر مرموش كان في بعض التقارير ان بعض الفرق على مستوى البريمير ليج بتشوفه، هل خطوه بالنسبه له خطوه جيده، او انت شايف ان حتى فرانكفورت مش من الانديه اللي من التوب 5 يعني في البوندس ليجا؟ يعني انا شايف ان عمر مرموش بيفكر لكاريره صح. انا بشوف ده عمر مرموش في مرحله انتظار فيورنتينا بتاع صلاح، اوكي، مرحله ان انا عايز نادي ومدرب يوصلوني للجون كتير فاعمل ارقام جامده قوي، لان في مشكله عند مرموش انه ما بيطلعش بالموسم بارقام ملفته كجناح. الارقام قدامنا، الاهداف 5 وصناعه هو هدف، عامل 6 اهداف في عدد مشاركات كتيره. بالظبط. فالرقم اللي بيبص عليه يقول رقم قليل. بعض الناس لان فرانكفورت كان متوج بالدوري الاوروبي من بالزبط. سنه واحده بس على، وطلع برشلونه وعمل اداء هايل، فاكرين ان فرانكفورت بعيد قوي قوي عن فولفسبورغ. لا العكس، هو فولفسبورغ السنه دي ترتيبه اهم احسن من فرانكفورت في وان كان فرانكفورت ليه رصيد اكبر على المستوى الاوروبي مؤخرا، ليه اسم اكبر وفي موهبه مثلا زي كولو مواني. يعني من الحاجات المهمه انك تفكر فيها برضو كلاعب رايح في النادي، انك عارف ان في لعيب هيتباع بفلوس كتيره جدا، يعني كولو مواني هيتباع بفلوس كتيره جدا، مينيمم بنتكلم في 60 او 70 مليون يورو. ده بيدي المدربين البوندس ليجا فرصه كويسه جدا انه يبني فريق. مرموش في السكيل اللي فرانكفورت عايزه دلوقتي، لعيب هيشاركوا في الدوري المؤتمرات الاوروبي؟ لا مش هيشاركوا في المؤتمرات. لا يعني مش هيشاركوا، ما اعتقدش هم الثامن او فولسبورغ تقريبا اللي هيشارك، مش تقريبا لو بس يفيدونا الشباب. بصوا كده على الجدول شوفوا يعني اذا كان فرانكفورت ولا فولسبورغ. اعتقد فرانكفورت مش مشارك، ما وصلش لاحد المقاعد في اوروبا يعني. بس هو زي ما بقول لحضرتك انتظار بيع كولو مواني ده اهم شيء، اهم شيء من اهم القضايا في الميركاتو. كولو مواني هيتباع لمين وبكام؟ ولا لو احتفظت بيه الفريق هيبقى جامد، لانه لعيب دلوقتي من المطلوبين بعد كاس العالم بالذات، لانه عمل كاس عالم خيالي مع فرنسا، كان ورق رابحه دايما سواء بيجي من الدكه او بيلعب اساسي. فاعتقد انه اختيار جيد جدا لمرموش. نفسي بس مرموش يشتغل على انه يقرب للجون، لان ده اللي بيلفت الانظار كجناح. انت لو قعدت تبقى تكتيكيا عالي ومهتم جدا بجسمك ومهتم جدا بنفسك ومهتم جدا بسرعاتك وبتاكل كويس وما بتسهرش وكل الكلام ده جميل جدا، هتفضل في اوروبا اكيد على مستوى بتاع مرموش، لان انت الكواليتي بتاعتك اصلا عاليه. صحيح. بس مش ده اللي هيخليك تطلع ليفل فوق، ليفل اعلى. يعني هو لو راح البريمير ليج دلوقتي هتحصل مشكله، تحصل مشكله في كاريره. دلوقتي فريق الاعداد انتراخت في الدوري المؤتمر. في دوري المؤتمر، طب كويس جدا. ده شيء كويس ليه كمان. طيب شيء أنا كويس ليه. المعلومه فعلا ما كانتش عندي هو بيلعب مؤتمر ولا لا، ولكن زي ما بقول لحضرتك مرموش محتاج فعلا غير دلوقتي كويس المعلومه دي انه هيتشاف في اوروبا كمان. بالظبط. ولو كانت في البطوله الثالثه، ولكن المهم ان مرموش يفكر فيه ان السنه الجايه تبقى سنه ارقام. سنة أرقام، أهداف وأسيستات بشكل أكبر. السنة دي عمل حاجات كتيرة، أنه هو لعب عدد مشاركاته الأكتر تقريبا من ساعة لما دخل ألمانيا، عرف يجيب أهداف من كرات ثابتة مثلا، اتطور في النقطة دي. عرف، أنا بشوف أن عمر مرموش بقى الأكسلريشن والسرعة زادت جدا جدا. هو الليفل يعني مستواه زاد، وكان خد كمان أفضل لاعب شاب على مستوى البوندس ليجا، ورتب على مستوى أفضل لاعبي البوندس ليجا في النص الأول. صحيح. من السيزون قبل كأس العالم. فمرموش، لا الناس في اوروبا يعني احنا تخطينا نقطه ان مرموش متشاف ولا مش متشاف. لا طبعا، وفي هي متابعه دلوقتي. بالظبط، في متابعه فعلا، بس المتابع مش هيتحمس لست اهداف في الموسم. صحيح. ست مساهمات في الموسم. صحيح. فدي يعني رجاء لمرموش. احنا كلنا، انا من الناس، احنا اتكلمنا كابتن عن مرموش هنا في البرنامج. مزبوط. وهو لسه
في ناشئين فولفسبورج. صح. يعني لسه بيلعب او بيطلع ماتش كام ثلاث اربع دقائق تقريبا، راح كمان اعاره لسان باولي في الدرجه بالزبط الثانيه. بالظبط. فكلمنا عنه هنا، فاحنا من اشد، وحضرتك لان حضرتك اشهر من نار على العالم في المانيا، وواحد من اهم التجارب المصريه لم تكن الاهم في تاريخ الدوري الالماني، حضرتك عارف يعني ايه لعيب يفضل طبعا في البوندس ليجا ست سبع سنين. طبعا. حتى لو مش اسس تحت. الموضوع مش سهل. لا ده معناه هنا في ايه كمان؟ لا هنا الراجل ده مبشر. طبعا. المنتاليتي، وانا على فكره اتكلمت مع عمر وعارف ان المنتاليتي هو راجل ملتزم جدا وراجل قادر يكمل مسيرته، زي ما قال احمد يمكن السنه دي او الموسم اللي جاي ان شاء الله تكون انطلاقه جديده لعمر مرموش، و يعني حتى على مستوى البوندس ليجا ممكن يطلع لانديه كبيره زي دورتموند او البايرن او على مستوى البريمير ليج. طيب نشوف انفوجراف كمان على اكثر اللاعبين المصريين مشاركه في الدوري الالماني. لو اتكلمنا على البوندز ليجا والموسم ده لازم اسالك على من الاول، بس انا عايز اسالك، انا عايز اسالك قبل اي حاجه، يعني الاول التفت كتاب التجربه فكروني بايام جميله الكابتن ياسر رضوان وكابتن محمد عمار في الدوري الالماني. بس انا عايز اسال حضرتك يا كابتن يعني خلينا نقول ان الخروج دلوقتي لاوروبا اسهل بكتير جدا من ايام حضرتك، سيبك من الخروج، تاقلم اللاعب اللي طالع بالذات اهلي وزمالك يلعب بوندس ليجا فريق كبير زي كايزر سلاوترن وفيردا بريمن والمشوار اللي حضرتك مشيت فيه، انا بس عايز اعرف يعني انت اصلا ما شفتش تجارب قبل كده شبه دي، يعني انت كنت واخد، انا متخيل ان في ريسكات كتيره قوي في مصر، فازاي اتعاملت مع الريسكات دي، سواء ريسك الاهلي والزمالك، ريسك الاهلي والزمالك ده اقصد ريسك انك طالع من الاهلي، اقصد من تالت الاهلي والزمالك. تاني حاجه ازاي عرفت تتاقلم مع اول 3 4 شهور في المانيا؟ بص انا مش هضحك عليك، الامور كانت صعبه جدا في الاول، يعني انا كمان طلعت لسويسرا بلد مختلفه تماما من الاجواء، وبعدين حظي كمان السيء انه رحت لهم في يناير، يعني صح. مش في اول ما تعوم في شهر 6 في الصيف، لكن الامور كانت صعبه جدا الحقيقه، و لكن يعني انا خدت الموضوع تحدي، يعني انا كنت صغير كمان اول مره اطلع واعيش لوحدي في مكان ولا بعرف اللغه ولا بعرف الناس، الحقيقه ان انا كان في صعوبات كبيره جدا، وكنت على فكره كنت محبط جدا اول اربع خمس شهور. فكرت ترجع وكده؟ يعني ما جالكش الهاجس؟ لا هو فكرت، بس يعني الفكره كنت برفضها تماما، يعني ما خدت الفكره، ما شدتنيش لتحت لغايه ما بدات اعرف ايه الطرق اللي ممكن تخليني يعني اقعد واكون مبسوط شويه. اللغه مهمه جدا، تتعلم اللغه، انك تتعامل مع الناس، وبعدين الحياه الاحترافيه جميله ولكن صعبه جدا. بالظبط. فلازم يكون عندك، الحمد لله كان ربنا مديني حته ان انا عندي من جوايا، عندي ان انا ممكن اتعامل في اي اجواء، يعني ما عنديش مشكله مع الاجواء خالص، وكان في هدف قدامي، وانا كان يعني بدا الحلم يكبر معايا، وليه لا، ودايما ليه لا. طيب وبعدين لما رحت الدوري الالماني كان بالنسبه لي نقله ثانيه خالص. نقله ثانيه خالص. لعبت في المانيا كابتن على رونالدو الفينومينو، ولعبت على انا لعبت على رونالدو طبعا، وكنا بنلعب، كان بيلعب في ايندهوفن، ولعبت على نجوم كبار، ولكن زي ما بقول لك طبعا الاجواء مختلفه دلوقتي، في سوشيال ميديا وفي وفي وفي، لكن الاجواء كانت صعبه جدا، ودايما بقول الاحتراف مش مهاره بس، الاحتراف شخصيه، الاحتراف لازم يكون عندك كاركتر محمد صلاح، لازم يكون عندك كاركتر انك تقدر تعيش، والناس اللي فاكره ان الموضوع سهل، الموضوع صعب جدا، تحدي كل يوم على مستوى الاعلام، على مستوى اللاعبين، على مستوى التدريبات، على مستوى النتائج، الامور صعبه جدا، لو ما كانش عندك هذه القدره على التحكم في نفسك وانك تبني لنفسك ويبقى عندك هدف، الامور بتبقى صعبه. انا بتمنى ان كل اللعيبه المصريه تكون محترفه الحقيقه، لان الرحله كانت ممتعه جدا، شاقه لكن كانت ممتعه، واسالوا اي لعيب محترف دلوقتي، الحياه ممتازه ولكن فيها ديسيبلين جامد جدا، ولكن متعه كره القدم يعني بتفوق اي صعوبات.